السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباشرة من مدينة الصويرة اليوم بالصدفة نلتقي مع رجلين اللي هما جاوا في واحد الرحلة استكشافية لمجموعة ديال المدن، واليوم تحطوا الرحال بمدينة الصويرة. غادي نستقبلوا هذا الأستاذ ديالنا، الاسم ديالكم أستاذي؟ اسم الحاج محمد مطور من مدينة مكناس الملقب با محمد. هذه الثالث رحلة اللي نقوم بها المعبر الحدودي للقرقالات، وهذا غادي دابا بحول الله عن حي الذكرى ديال المسيرة الخضراء، وأنا متطوع في المسيرة الخضراء عن حي الذكرى ديال المسيرة الخضراء في المعبر الحدودي للقرقالات. وكانت عندي النية باش نحيي الذكرى في القويرة، ولكن الجواز ديالي ما عرفتوش فين تودر، تقبت الطريق ما عرفت فين تودر، وما عرفت فين تودر ديال الجواز. وانا كنت ناوي باش ندير رحلة لواكشوط باماكو ونطلع لدكار ونجيب الدورة، ولكن ما تشاء الا ما شاء الله. فعلا هذا من فضل الله. وهذا الاخ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم السيدي. الانطلاقة ديال الاسم ديالكم؟ اسم ديالي قرشان محمد، رغم العمر 62 سنة. اللهم بارك. والقرقالة ثاني مرة. ثاني مرة. وغادي ندوزوا فيها الذكرى إن شاء الله ديال المسيرة الخضراء. إن شاء الله. والكمالة ديالها غنكملوها في القويرة إن شاء الله. القويرة إن شاء الله. في العشية. بالنسبة للانطلاقة، وقتاش بديتوا هذه الانطلاقة؟ بالخميس. الخميس. الانطلاقة كانت من مدينة مكناس. مدينة مكناس. من مدينة مكناس، والتحقت بالأخ قرشال في مدينة ديال مديونة. مديونة. وجلس معه واحد النهار ديال الراحة. وبدينا الطريق. وجلسنا واحد النهار في ضيافة عند واحد الناس في زاوية سيدي إسماعيل. وحنا دابا الحمد لله حنا غادين. والرياضة للجميع. بعض ديال المشاكل ولا بعض ديال الصعوبات اللي انتم تتواجهكم في الرحلة ديالكم، لان تنعرفوا غادي تكونوا جايين نهار وليل، ضروري ما تكون شوية ديال ما تمشوش الليل مع العصر. العصر تنستاسيوني وتنحبسو تنديرو لاطون ديالنا وتنقبطو الراحة. اي في اي بلاصة في الطبيعة؟ في الطبيعة الحمد لله. حنا دابا غادي تنشكر الشعب المغربي اللي راه كله ترخي. الحمد لله. الحمد لله. كريم الله يكرمهم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. والحمد لله على الأمن والأمان في المغرب. الحمد لله. راه هاكوا تمشي القرقارات، تمشي بهذا اللي ضرب وهاكوا والراية تترفرف، والحمد لله وما كاين حتى شي حاجة. الحمد لله. اللهم كان الثالث رحلة اللي غنقوم بها دابا القرقارات. الحمد لله. كي جاتكم المدينة ديال الصويرة وأنتم وصلتوا اليوم؟ المدينة ديال الصويرة راه عزيزة عليا، خاصني ولا بد ندوز ليها نشوفها. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الحوت ديالها بنين. أييه. ديالها بنين، والناس ديالها عاود ناس كرامة. الله يجازيكم بخير. الناس تيبغيو الضيافة، تيبغيو الضيافة، كلهم سلام، كلهم سلام. كاين الحمد لله كاين تعايش ما بين المسلمين المسيحيين يهود كلها الحمد لله. الحمد لله. هذه مدينة الديانات. مدينة الديانات. إذن من مدينة الصويرة اللي هي القلعة العلوية الشريفة، واللي كانت هي قلعة ديال الممالك العلويين، واللي هي تبنات من طرف سيدي محمد بن عبد الله. أشنا هي الرسالة اللي تقدروا توجهوا للساكنة ديال الصويرة خاصة والمغرب عامة؟ تنشكر على الناس ديال الساكنة ديال الصويرة، على الضيافة ديالهم وعلى الكرم ديالهم، للناس ديال الميناء ولا كلها، ولا الناس اللي هما اللي بوتيك، كلشي تنشكرهم بزاف. إذن حنايا تنشكركم وباسم الساكنة ديال مدينة الصويرة تنشكركم جزيل الشكر، وتنتمنوا لكم رحلة موفقة إن شاء الله. حفظك الله. الله يحفظكم.